أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات الوزارة عن إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي منتصف الشهر الجاري، وسيمتد إلى أواخر السداس الأول من سنة 2024. هذا الإجراء سيكون بمثابة مرجع تعتمد عليه الحكومة لاتخاذ القرار. أقرت الحكومة 17 ضريبة ورسم لفائدة البلديات بصورة كلية وجزئية عبر قانون المالية لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً بداية من الفاتح من جانفي الجاري، حيث ستستفيد البلديات من عائدات 7 ضرائب ورسوم مخصصة كلياً لفائدة الجماعات المحلية. ويخص الأمر الرسم على المنتوجات البترولية والرسم المحلي للتضامن الخاص بنقل المحروقات، وكذا الرسم المحلي المتعلق بالأنشطة المنجمية بنسبة 66% لكل واحد منها، بينما ستستفيد البلديات بنسبة 100% من الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية، والرسم على رفع النفايات والرسم على السكن وكذا الرسم على الإقامة، بينما تتوزع النسب المتبقية من الضرائب والرسوم السالف ذكرها على الولايات وصندوق التضامن والضمان الاجتماعي للجماعات المحلية. دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء منتسبيه إلى القيام بالتصريح السنوي بالأجور والأجراء بعنوان سنة 2023 إلكترونياً عبر البوابة الرقمية التصريح عن بعد، وتتواجد هذه البوابة الرقمية على الموقع الإلكتروني للصندوق. وحسب صندوق كناس فإن العملية تتم خلال الفترة الممتدة من الفاتح من جانفي إلى غاية 31 جانفي 2024 كآخر أجل لإيداع التصريحات السنوية. أكد وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني على مباشرة التحضيرات الخاصة بتموين السوق بالسلع مع اقتراب شهر رمضان، مع وضع برنامج حسب كل ولاية مع تحديد مصادر التموين وموقعها، كما أمر بوضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة خلال 15 يوما قبل بدايته بالتنسيق مع الولاة وغرف التجارة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، وكذا بالتنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات لتأطير عملية توزيع قفة رمضان، بالإضافة إلى تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض. قالت شركة تويوتا موتور في تصريح لها أنها ستعيد تشغيل مصانعها للسيارات في اليابان غدا الاثنين، ولكن نظرا لتأثير الزلزال الذي ضرب البلاد أول أيام العام الجديد فإنها ستقرر بشكل منفصل بشأن باقي العمليات اعتبارا من منتصف الشهر. ومع استمرار الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال ووجود العديد من موردي تويوتا والشركات التابعة لها في المناطق المتضررة، جعل الشركة تستخدم قطع الغيار الموجودة في المخزون خارج تلك المناطق.